الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية. وفيها نتحدث عن الكوفية الفلسطينية التي رافقت مشروع أمل في الولايات المتحدة، كما نعرج على مقال في صحيفتها آرتس ينتقد رئيس حكومة الاحتلال الذي يتعامل بازدواجية المعايير، فيما نبدأ من القدس والتصعيد المتواصل من خلال اقتحامات المستوطنين. إذن استأنف المستوطنون اليوم اقتحام المسجد الأقصى، حيث اقتحمه المئات منهم من جهة باب المغاربة، فيما واجههم المصلون والمصليات الفلسطينيون بالتكبير. كعادتهم دخل المستوطنون على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. الاستفزاز يا سادة لا يقتصر على ممارسات داخل الحرم الشريف، إنما يمتد إلى جميع المناطق المحيطة به. انظروا مثلا إلى هذا المقطع الذي يوثق حاجة تقف في وجه مستوطن حاول الاعتداء عليها في منطقة باب السلسلة. وكذلك لم يقتصر التصعيد على البلدة القديمة في القدس، إنما أيضا كان حاضرا في الأحياء الفلسطينية، حيث راج بشكل استثنائي مقطع يوثق قوات الاحتلال تعتدي على شاب وتنكل به لحظة اعتقاله من بلدة العيسوي في القدس المحتلة. تابعوا معي. وليد في الساحة مسلمات، التداك التداك في مسلمات في الساحة. وفي التفاعلات قال إيال: قراءة في مشاهد اقتحام الأقصى فيما يسمى بأعياد رأس السنة العبرية. أولا تم إفراغ الأقصى من عنصر الشباب وإبعادهم، وأصبح الاحتلال ذاته يحمل أسماءهم وتفاصيل شخصياتهم، كما أن الاحتلال يريد تنفيذ ما يرغب بكل هدوء. والدليل على ذلك فقط من داخل الأقصى هم قوات شرطية ولم ينشر الجنود أو الجيش. أما موسى فكتب: في السابق كان اقتحام المستوطنين للأقصى خبرا، اليوم أصبح أمرا عاديا. وصار السؤال والخبر: هل نفخوا بالبوق؟ هل أقاموا الصلوات التلمودية؟ هكذا تكون الطريق لتقسيم الأقصى مكانا وزمانا. هاشتاج المسجد الأقصى، القدس وفلسطين. إلى موضوعنا الثاني الذي يسلط الضوء على مقال نقدي لرئيس حكومة أو موجه لرئيس حكومة الاحتلال لابيد، نشر في صحيفتها آرتس تحت عنوان: إلى لابيد، لا تستعطف العالم بطفلتك وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك. وهو مقال كتبه جدعون ليفي. ليفي في هذا المقال تساءل: كيف يمكن لرئيس حكومة إسرائيلية أن يقف على منصة الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ثم يتباكى على مصير ابنته في الوقت الذي ترتكب فيه دولته ما ترتكبه ضد أطفال غزة منذ 15 سنة و55 عاماً و74 عاماً كذلك. وأوضح المقال أنه في الوقت الذي يستمر فيه الجيش الإسرائيلي بالكذب مرة تلو الأخرى كي يتملص من المسؤولية عن جرائم الحرب، كيف يمكن للابيد أن يقف فوق منصة الجمعية العمومية ويقول بشفقة: هذا المبنى يصمت،
في الوقت الذي فيه دولته هي من أكثر الدول صمتا وعارا في العالم إزاء حرب روسيا وأوكرانيا. وختم ليفيا المقال بالقول: ألقى لابيد خطابا جميلا يمثل عمودا آخر يمكن تعليقه على الثلاجة، هذه المرة بلهجة بريطانية مصطنعة، فقد اختار التحدث عن السلام والأمن بدلا من التحدث عن الخطر والحرب مثل سلفه، لذلك هو جدير بالثناء. لكن عندما يكون الحديث منفصلا عن الوقائع وينكر الاحتلال ويتنصل من أي مسؤولية ويمثل دور الضحية بل ويلقي المواعظ الأخلاقية على الآخرين، حينئذ تكون الوقاحة غير محتملة ولا تشعر إلا بالحرج والخجل من أنه رئيس حكومتك. إلى موضوعنا الثالث ولفتة جميلة من أمل. أمل الدمية والمشروع الفني الذي جال بمبدعيه عواصم ودول العالم، ومن منكم لا يعرفها؟ فهي دمية متحركة عملاقة مصنوعة من قضبان خشبية وألياف الكربون، وهي تمثل طفلة لاجئة تقوم برحلتها الطويلة بحثا عن أمها لتصل إلى بر الأمان وتبدأ حياة جديدة وتتمكن من العودة إلى المدرسة. لكن الجميل واللافت على هامش مشروع أمل أنها ارتدت في جولتها المستمرة حتى الآن في الولايات المتحدة، ارتدت الكوفية الفلسطينية. نتابع. وبهذا الأمل نصل ختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.